السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان كل جديد بعمله يوصل لحضراتكم وكل خبر جديد يوصل لحضراتكم. ما تنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا. ويلا بينا دلوقتي نشوف الخبر الجديد اللي معانا، يا ترى ايه؟ تعرف على حقيقة التحرش بفتاة في الفيوم بعد تداول فيديو بالواقعة. تداول موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو بشأن قيام شخصين بمحاولة التحرش بإحدى الفتيات بالفيوم. بالفحص أمكن تحديد الجناه وكذا تحديد هوية المجني عليها. جميعهم مقيمون بمحافظة الفيوم ويعملون بمخزن لجمع مخلفات القمامة. تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمان وباستدعاء المجني عليها، وبسؤالهم أقروا بحدوث مشادة كلامية بينهم وتشابك بالأيدي دون حدوث أي إصابات بسبب أولوية جمع المخلفات بالمنطقة محل الواقعة. ونفت المجني عليها قيام المتهمان بالتحرش بها، وأضافت بعدم علمها بالقائم على نشر المقطع فتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وصلنا لنهاية الخبر، وأقول لكم برضو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وما تنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا، وإلى اللقاء في خبر جديد في قناة عبير عامر. إلى اللقاء.